الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا على البر والتقوى، كما أسأله سبحانه أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يعيدهم سالمين غانمين، كما أسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر كل من أراد بهم سوءا أو شرا. وبعد، هذا لقاء جديد نتدارس فيه عددا من الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. ولعلنا نقرأ عددا من الأحاديث التي أخرجها هذا الإمام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم وانصرف قال: شغلت لي أعلام هذه، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له. الخميصة نوع من أنواع الثياب، ويكون مربعا وفيه خطوط يعلم بها، ولذا قال لها أعلام، أي لها صور وأشكال توضع على هذا الثوب من أنواع الثياب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة، يعني في أثناء الصلاة. فلما سلم وانصرف من صلاته قال: شغلتني، يعني ألهتني أعلام هذه، يعني أن ما على هذا الكساء من الأعلام والخطوط شغلت النبي صلى الله عليه وسلم بتفكيره فيها، فشغلته عن تدبر معاني أذكار الصلاة. ثم قال: اذهبوا بخميصتي هذا، أي ليكن من شأنكم أن تذهبوا وأن تبعدوا عني هذا النوع من أنواع الثياب، لئلا يشغلني في أثناء صلاتي. وعودوا بها إلى أبي جهم أحد الصحابة، وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية نوع من أنواع الثياب، كساء غليظ ليس فيه تصاوير ولا رسوم ولا أعلام. قال: فإنها ألهتني، أي جعلتني أتفكر فيها، فشغلتني عن التفكر والتدبر في أذكار الصلاة. ألهتني آنفا، يعني قبل قليل، عن صلاتي، يعني عن التفكر في معانيها. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز صلاة الإنسان في الثوب الذي فيه رسوم وأعلام، مع أن الأولى تركه، والصلاة بالثوب الذي ليس فيه ما يشغل. وفي هذا استحباب أن تكون فرش المساجد ومحال الصلاة ليس فيها نقوش، لئلا تشغل المصلين في أثناء صلواتهم. وفي هذا الحديث صحة صلاة من نظر في أعلام كسائه. وفي الحديث أيضا أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يؤثر على صحتها. وفي هذا الحديث بيان أنواع الثياب التي كان الناس يلبسونها في عهد النبوة. وفي هذا الحديث ابتعاد الإنسان في صلاته عما يشغل قلبه ويجعله يتفكر ويتأمل فيه، ليكون ممن تدبر صلاته وتفكر في المعاني التي اشتملت عليها قراءته وأذكاره. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها
سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. قال: قوله كان قرام لعائشة. القرام نوع من الأستار التي يستر بها البيت، وفي الغالب أنه يكون رقيقا ويصنع من الصوف ويكون له ألوان مختلفة. قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، وكان بيتها في طرف المسجد، وكان باب غرفتها على المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي، أي أزيلي وأبعدي عنا قرامك هذا، أي هذا الحجاب الذي يستر، فإنه لا تزال تصاويره، يعني ما فيه من النقوش والعلامات، تعرض في صلاتي، أي تبرز أمام عيني وتلوح بحيث تجعلني أنشغل بها عن التفكر في معاني ما أقرأه في صلاتي. وفي هذا الحديث جواز ستر البيوت والجدران بأنواع الستائر، وأنه لا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا استحباب بعد الإنسان عن النقوش التي تكون أمامه في أثناء الصلاة، وفي الحديث استحباب خشوع الإنسان في صلاته وتفكره فيما يقرأه من الآيات والأذكار. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الابتعاد عن التصاوير خصوصا في أثناء الصلاة. وفي الحديث أيضا اشتغال الإنسان بأنواع الذكر والدعاء في أثناء الصلاة. وفي الحديث تعليل الإنسان لما يأمر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة فقال لها: أميطي عنا قرامك هذا، لم يقتصر على هذا، وإنما بيّن العلة والمعنى في أمره، فقال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وفي هذا الحديث أيضا تصرف المرأة في بيت زوجها بما ترى أنه أنسب وأصلح، ولو لم تستأذنه إذا علمت أنه لا يعارض فيما تتخذه من إجراء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. قوله هنا: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير. والفروج نوع من أنواع اللباس، أشبه ما يكون إلى ما نلبسه في زماننا مما يقال له البشت أو القبا، ويكون له شقوق في الجوانب. وقوله هنا حرير يعني أنه قد صنع من الحرير، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ثم انصرف، أي لما سلم وأنهى صلاته نزعه نزعا شديدا، أي خلعه بسرعة كالكاره له، وقال: لا ينبغي، أي لا يكون هذا اللباس للمتقين، لأنه من الحرير. وقد جاءت النصوص بتحريم لبس الرجال للحرير. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على صحة من صلى بثوب الحرير، وذهب الإمام أحمد إلى بطلان صلاة من غطى عورته بالحرير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث جواز لبس القبا والفروج، وفيه أيضا أن وجود بعض الفتحات في الثياب لا يؤثر على جواز لبسه ما لم تبين شيئا من أعضاء البدن. وفي الحديث أيضا
الترغيب في الاتصاف بصفات أهل التقوى. وعن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد رضي الله عنهما من أي شيء المنبر، فقال: ما بقي في الناس أعلم مني، والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار فلانة قد سماها سهل: أنمري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرت عبدها فعملها، فقطع من طرفاء الغابة فصنع له منبرا، فلما قضاه جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت حيث ترون ها هنا، فجلس عليه. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وهو عليها، وقام الناس خلفه فقرأ وركع وهو عليها، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم جلس القهقرى حتى سجد بالأرض في أصل المنبر، ثم عاد فهذا شأنه. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قوله هنا عن أبي حازم سلمة بن دينار قال: سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ومن الصحابة من أي شيء المنبر، أي ما هي المادة التي صنع منها منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنبر هو ما يصعد عليه من أجل إلقاء الخطب، من أجل إلقاء الخطب عليه. فقال سهل بن سعد: ما بقي في الناس أعلم مني، يعني أن جميع من شهدوا ذلك المنبر وعلموا بحاله قد ماتوا أو قد نسوا أخبار ذلك المنبر. ثم قال سهل: والله إني لأعرف مما هو، أي من أي شيء صنع المنبر. ولقد رأيته، يعني رأيت المنبر، أول يوم وضع، أي جعل في قبلة المسجد، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هو من أثل الغابة. والأثل شجر معروف يعرف عند أهل هذه البلاد، وفي الغالب يكون طويلا ويجعلونه في أطراف المزارع من أجل أن يرد الرياح ويرد الأتربة عن البساتين، وليس له ثمرة تؤكل. قال: هو من أثل الغابة. والغابة موطن من مواطن المدينة يسمى بهذا الاسم لكثرة أشجاره. قال: عمله، أي صنع ذلك المنبر، فلان مولى فلانة، صنعه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بعث، يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار فلانة قد سماها سهل: أنمري، أي اطلبي من غلامك النجار، أي المشهور بإصلاح الأخشاب وصنعها، أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن، أي يصنع لي منبرا من الخشب والأعواد لأخطب الناس وأنا على تلك الأعواد وذلك المنبر. قال: فأمرت المرأة عبدها فعمل تلك الأعواد ووضع المنبر، فقطع من طرفاء الغابة، أي أخذ من الأشجار التي في أطراف الغابة وهي المكان الذي حول المدينة، فصنع له منبرا، وهو المكان الذي يكون بارزا عن الأرض ويكون
خارجا طالعا، بحيث أن من خطب عليه يشاهده كل من في المسجد. فلما قضاه أي أنهى صنعه، جاء الغلام بذلك المنبر إلى المرأة، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بأن المنبر قد صنع، فأمر صلى الله عليه وسلم بالمنبر فوضع في هذا المكان الذي هو حول محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، ولذلك كان يخطب عليه بعد ذلك اليوم. قال سهل: ثم رأيت أي شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه أي وقف على ذلك المنبر للخطبة حين عُمل أي صنع، ووضع أي جُعل في قبلة المسجد النبوي، فاستقبل القبلة يعني أنه أراد أن يعلم الناس كيفية الصلاة، فصلى أمامهم على المنبر ليكون بارزاً ليشاهده كل واحد منهم. فاستقبل أولاً القبلة وهي بالنسبة للمسجد النبوي جهة الجنوب، جهة الجنوب، وحينئذ كبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر، فصف الناس خلفه على الأرض يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفاتحة وسورة، ثم ركع وهو على المنبر، والناس ينصتون لقراءته ويقتدون بصلاته. فلما ركع صلى الله عليه وسلم ركعوا معه، ثم رفع رأسه ورفع الناس رؤوسهم، فلما أراد أن يسجد نزل من المنبر، ما يدل على أن درجات المنبر كانت جهة المصلين. فقال: ثم رجع القهقراء أي يمشي على خلفه، لأنه في صلاة والمصلي لا يصح أن يستدبر القبلة. فلما وصل إلى الأرض سجد عليها والناس معه، ثم جلس فسجد، ثم لما وقف للركعة الثانية عاد فصعد المنبر والناس يشاهدون ويقتدون بصلاته، ثم ركع ورفع رأسه وهو على المنبر، ثم نزل من المنبر برجوعه إلى الخلف، رجع القهقراء حتى سجد بالأرض في أصل المنبر أي قبل أول درجة من درجات المنبر، ثم عاد. قال: فهذا شأنه يعني في الصلاة. فلما فرغ وانتهى من الصلاة أقبل على الناس، أي أنه التفت من كون وجهه جهة القبلة إلى كون وجهه جهة المصلين، ثم إنه قال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا أي صليت على المنبر وأنتم تشاهدون لتأتموا بي، أي لتفعلوا في صلاتكم مثل ما فعلته، ولتعلموا صلاتي أي تعرفون كيفية صلاتي فتقتدون بي فيها. ففي هذا الحديث جواز اتخاذ المنابر في المساجد ليخطب عليها، وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الوسائل المؤدية إلى وصول صوت الخطيب والإمام إلى الناس والمصلين، ومن ذلك لاقط الصوت ومكبرات الصوت في زماننا. وفي هذا الحديث اعتداد الإنسان بنفسه في باب العلم متى لم يتجاوز حد الاعتراف بفضل الله إلى التبجح والتكبر على الخلق. وفي هذا الحديث أيضا ذكر الإنسان لمعرفته بالعلم والخبر. وفي هذا الحديث
الاستفادة من شجر الأثل في صنع المنابر وغيرها مما يصنع من الأخشاب. وفي هذا الحديث جواز قطع أشجار المدينة المزروعة، وأنه لا يتنافى مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم المدينة. وفي هذا الحديث أيضا طلب الإنسان من غيره عملا صالحا يعود عليه بالأجر، وأن هذا لا يتنافى مع حال الكمال، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الأنصارية صنع المنبر. وفي هذا الحديث أيضا مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية إذا كان ذلك بتستر منها وحشمة. وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب أن تكون الخطب في مكان بارز، ليكون ذلك أدعى لسماع الناس لصوت الخطبة. وفي هذا الحديث وجوب تنفيذ المملوك لأمر سيده. وفي هذا الحديث مشروعية أداء الإنسان صلاة أمام الآخرين ليتعلموا منه كيفية الصلاة. وفي هذا الحديث بذل الأسباب المؤدية إلى نشر العلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى أمام الناس ليقتدوا به وليتعلموا منه. وفي هذا الحديث جواز أن يكون الإمام أرفع درجة من المأموم، وأن الاقتداء يصح. وفي هذا الحديث جواز الصلاة في السطوح والمنابر وما صنع من الأخشاب. وفي هذا الحديث جواز امتهان عمل النجارة، كما فعل هذا الرجل مولى الأنصارية. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز أن يطلب الإنسان من غيره هبة بعض ماله إذا كان فيه نفع عام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من صلى على المنبر استحب له أن يكون سجوده على الأرض. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الاقتداء بالإمام في الصلاة المسنونة، فإن هذه الصلاة لم تكن فريضة. وفي الحديث جواز الاشتغال اليسير في الصلاة بما يعود عليها بالنفع، ومن ذلك نزول النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وصعوده عليه. وفي الحديث أن الإنسان في صلاته لا يجعل القبلة وراء ظهره ولو احتاج لذلك، وأن الصلاة تبطل باستدبار الكعبة. وفي هذا الحديث التأكيد على أهمية السجود وأن يكون على الأرض. وفي هذا الحديث أيضا تعليم الإمام الناس ما يعود عليهم بالنفع. وفي هذا الحديث أن أهل المكانة العالية يقتدى بهم، وبالتالي على الإنسان أن يتحرز من أن يؤثر عنه فعل غير موافق للشرع، فيكون من أسباب اقتداء الآخرين بمثل عمله. هذا شيء من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتها على الحق، وأن يدر عليها أرزاقها، وأن يصلح ذراريها. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للخير والهدى،
وأن يكونوا من أسباب الطاعة والتقوى، كما أسأله جل وعلا لولاة هذه البلاد التوفيق لكل خير، وأن يجزيهم أحسن الجزاء على ما يبذلونه من أمور تيسر لأهل المناسك مناسكهم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يملأها من التقوى والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.